نيجي لمحطة الزعيم عادل إمام. لماذا يستحق عادل إمام لقب الزعيم؟ لأنه زعيم. بص، عادل إمام له قرون استشعار يستطيع أن يعرف من الفنان ومين اللي مش فنان. هل هي فراسة؟ ومن المدعي. فراسة وخبرة. خبرة. بدليل تعال شوف أي حد مشهور في مصر من الكوميديانات لازم يكون خريج مدرسة عادل إمام. حلو. أشرف عباقي، محمد هنيدي، أي حد، كلهم مدرسة عادل إمام. كله. أنا قلت مرة عنه الدمغة. أنه الدمغة، مصلحة الدمغة. قلت حلو. عادل إمام مصلحة الدمغة. أنا قلت مرة عنه أنه أغلى نجم في مصر، مش أغلى ماديا، لا، أغلى كقيمة. كقيمة. أنت إيه رأيك في هذا التعريف؟ أنا موافق جدا.